ناقش الأستاذ مصبح البحسني نائب المدير العام لمديرية الشحر مع المهندس عبدالله حمدون نائب مدير الهيئة العامة للأراضي بالمديرية ومدراء المكتب التنفيذي آلية تنفيذ قرار المكتب التنفيذي بشأن تسليم محاضر المصالح العامة للمكاتب المعنية وإزالة الاعتداءات عليها. وخلال الاجتماع أكد نائب المدير العام لمديرية الشحر إن السلطة المحلية بالمديرية حريصة على تسليم كافة المصالح العامة للجهات المستفيدة منها والمحافظة عليها من البسط وتقديم المعتدين للعدالة، مشدداً على عدم التهاون مع كل من تسول له نفسه البسط على المصالح العامة بالمديرية، مؤكداً على مواصلة العمل لتسليم بقية المصالح العامة للدوائر الحكومية المستفيدة منها.